على مدى 30 يوم من الشهر الحالي، بكل يوم بسمة جديدة حاولنا نرسمها على ملامح كل سيدة بنصيحة من خلال طبيب أو بالإضاءة على حالات استطاعت أنه تتحدى هالمرض، ليكون الحدث الأبرز هو الماراثون يلي انطلق مشاركو من ساحة الأمويين ضمن مشاركة كبيرة من الفعاليات الرسمية والأهلية والمجتمعية. إضافة لي للمبادرات الشبابية، اليوم رح نسلط الضوء بشكل أوسع على الحدث الرياضي التوعوي، وأيضا نختم الشهر بنصائح لتحدي سرطان الثدي مع الدكتورة ريم دهمان رئيسة دائرة الصحة الإنجابية بوزارة الصحة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. النور، أهلين، يا هلا فيكم. يسعد صباحك يا دكتورة. أهلين. يعني كن أول شيء الله يعطيكم ألف عافية، الله يعافيك. وحملة يمكن كانت ناجحة، ومثل ما ذكرنا بالمقدمة إنه عن جد خلال شهر استفادوا عدد كبير من النساء وتم انقاذ حياه ايضا عدد كبير من السيدات من خلال يمكن يعني من بعد هالحملات راحوا وشيكوا على حالهم. من بعد 30 يوم خلينا يمكن نحصد بيننا وبين حالنا قديش النتائج ايجابيه كانت للحمله، قديش الحمله يمكن كان لها اثر بداخل كل سيده. نعم، الحقيقة أنه يعني خلال هالثلاثين يوم كان في عمل على مستوى كل المحافظات مع كل الفعاليات اللي انشغل الحقيقة تثقيف وتوعية مع يعني يمكن كل الشرائح اللي ممكن نحن نتخيلها، من سواء كانت نقابات، وزارات، مدارس، أماكن تجمع، أماكن مراكز إيواء، إعلام. يعني الحقيقة أنه انشغل مع كثير من إضافة للجمعيات يعني الأهلية. هلا خلال هالفترة طبعا صار في تثقيف بضرورة الكشف المبكر، وليش يعني ليش أنا بدي أعمل كشف مبكر؟ ليش الأهمية إنه يكون الكشف إذا في حال في مشكلة اكشفها أبكر ما يمكن؟ طبعا هذا الشيء كان في عليه إضاءة، كان في إضاءة على شو هي أساليب الكشف المبكر؟ يعني شو لازم السيدة تعمل لحتى تقدر تكشف مبكرا؟ مين المستهدفين بالكشف المبكر؟ بأنو أعمار ولأنو فئات من السيدات؟ فهذا الشيء كان له صدى إيجابي عند جميع مين يعني كان موجود خلال جلسات التثقيف الصحي أو الندوات اللي صارت على مستوى كل المحافظات وهون مركزيا. لا طبعا كان في جانب ثاني هو الجانب العملي، يعني نحن عملنا تثقيف وتوعية وبنفس الوقت عملنا فحوصات. بعد كل ندوة أو يعني مجموعة من السيدات كان عم يصير لهم تثقيف، كان في بعدها فحص للي بترغب بيد خبيرة سواء طبيب أو قابلة أو طبيبة، وبعدها ممكن كمان يصير في إحالة إذا كانت الحالة تستدعي إحالة لتصوير بالتصوير الثدي الشعاعي. فكان في يعني الحقيقة إقبال أول الحملة، كان خاصة إقبال بالمجان كمان قدمته. تمام تمام، هو يعني العمل بالأصل بالمراكز الصحية فيما يتعلق بالفحص هو مجاني دائما، وأنا هون حابة أقول إنه نحن صح نحن اشتغلنا كثير خلال هالحملة هالشهر، بس هذا العمل مستمر دائما، هذا مو فقط خلال هالشهر. نحن كبرنامج صحة إنجابية وضمنه مكون الكشف المبكر عن سرطان الثدي بنشتغل كل السنة بنفس الطريقة، يعني بنعمل تثقيف وتوعية ضمن المراكز، بنعلم السيدة كيف تعمل فحص ثدي ذاتي، وبعدين بنفحصها للسيدة وبنوثق النتائج، وإذا في ضرورة بنحولها لتعمل تصوير ثدي شعاعي. فنحن خلال هالحملة خلال طبعا وصلنا لعدد كثير كبير من السيدات، زاد الإقبال كثير خلال النص الثاني من الحملة، يعني الناس اللي كانت مالها دريانة فعرفت، وصار في كثير توجه على المراكز الصحية ولأماكن التصوير. نعم دكتورة، يمكن مثل ما قلتي العمل مستمر، لكن هذا الشهر هو كان شهر إعلامي بامتياز أيضا للتوعية بالكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي. خلينا نروح نشوف نصائح دكتور شادي خلوف أيضا بهذا الموضوع ونرجع ونكمل حديثنا. صباح الخير. من ضمن الحقيقة حملة التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، نحن رح نحكي اليوم عن سرطان الثدي بشكل إيجابي، اللي هو حقيقة هو حقيقة سرطان الثدي، اللي هو صحيح في جزء كبير من السيدات بينصابوا منه وبينصابوا فيه، ولكن خلينا نكون كثير ايجابيين بالتعامل معه. كل ما اكتشفناه مبكر اكثر، كل ما بيكون نحن قدرتنا على علاج احسن، كل ما بيكون نسبه الشفاء
عالية جدا والمدة طويلة جدا. هلا من هاي المعلومات بنكتشف انه نحن ما لازم نكون نفسيا متأزمين، نتعامل معه مثل ما نتعامل مع اي مشكلة اخرى غير سرطانية، لانه وسائل بسرطان الثدي بالذات الوسائل المتاحة بين ايدينا كبيرة جدا، هامش المعالجة واسع جدا، ما كل السيدات بيضطروا ياخذوا علاج كيماوي شعاعي، وحتى السيدة بياخذوا علاج كيماوي شعاعي الحقيقة نسبة الشفاء فيه عالية جدا. لما نحن مستأصل جزء من الثدي ممكن يضل في جزء من الغدة فعال، وبالتالي احنا عملية الإرضاع بعدها ممكن تستمر. لما منشيل نضطر لإزالة الثدي أو استئصال الثدي كامل فينا نعمل عمليات ترميمية للثدي المستأصل، وبالتالي الشكل الخارجي بيرجع طبيعي جدا، وهذا موضوع كتير مهم لنفسية السيدة لحياتها الاجتماعية. وبالتالي أنا بطلب من السيدات يكونوا كتير إيجابيين بالتعامل مع الموضوع، ما لازم يكون في خوف أبدا، وبالتالي لازم نكون مهتمين بأنه نكتشف هذا هي المشكلة عنا. لازم نكون في كشف فعلا مبكر، لازم السيدات يهتموا بإجراء الكشف المبكر سواء فحص الذاتي سواء الشعاعي أو المخبري، حتى نحن نوصل للتشخيص بأقرب وقت، ولحتى يكون نسبة شفاء كاملة. ويمكن أحيانا يكون نسبة الشفاء أكثر من أمراض أخرى هي ما لها سرطانية. نحن هون عم نحكي صحيح عن سرطان، ولكن تفكيرنا وتعاملنا معه لازم يكون إيجابي جدا، ولحتى نحن نضل بصحة أمثل، لأنه ما عاد سرطان الثدي هو المرض القاتل لما منكون نحن عم نتعامل معه بشكل كافي بشكل أمثل بسرعة بسرعة من جهة الاكتشاف والمعالجة. ونتمنى أكيد الصحة والسلامة لجميع سيداتنا. أكيد دكتورة مكفعين بحديثنا مع حضرتك، كيف كانت أصداء الماراثون؟ احكي لنا كيف كان تقبل السيدات، قديش يمكن كان له واقع خاص ويمكن كان ختامة مسك بعد هاي الحملة الكبيرة؟ نعم، هو الحقيقة الماراثون كان يعني بدك تقولي أحد الأنشطة الختامية مثل ما تفضلتي، هو كان بآخر أسبوع صار يوم الجمعة، كان بمشاركة كبيرة يعني كوزارة الصحة اللي هي الجهة المنظمة، مع جمعيات يعني جمعية مكافحة السرطان وجمعية سرطان الثدي السورية والشباب، فئة شبابية كبيرة، فريق عطاء وفريق شباب وفريق يلا على البسكليت، اللي هن افتتحوا الماراثون بدوا هن بالأول يعني مشيوا بأول الماراثون. طبعا كان في يعني استغراب شوي، عادة نحن الماراثونات اللي مشهورة عالميا أو اللي معروفة هي بيكون هدفها يعني جمع تبرعات، بتعرفوا بيبيعوا منتجات وكذا، فهالماراثون نحن اللي كان يعني بإشراف وزارة الصحة وتنظيمها هو كان توعوي، مو القصد منه أنه نحن نجمع فلوس يعني، لكن كان القصد منه أنه نحن نلقي الضوء على شغلتين، أولا على أهمية الكشف المبكر، وثانيا على أهمية الحركة لا يعني لاجتناب احد عوامل الخطوره بموضوع سرطان الثدي. فالستات اللي اشتركوا يعني سواء شابات صبايا او حتى بالعمر مالهم يعني مو صغار، كان فعلا عندهم يعني صار عندهم نوع من الاهتمام، وكمان صار في نوع جذبوا الاهتمام من خلال قرايبينهم، يعني وقت اللي قالوا نحن بدنا نشارك بالماراثون بدنا نروح، في قسم من السيدات اللي مشاركين جايبين معهم كمان قرايبينهم بناتهم الصبايا، فهذا الشيء يعني كان الحقيقه له طرف ايجابي انه نحن طلعنا من موضوع المحاضرات والتثقيف اللي هو بالطريقه الروتينيه، يعني كان تثقيف بس بالطريقه اللي ترفيهيه شوي ترفيهيه. نعم دكتوره، يمكن مثل ما قلتي كنا عم نحكي عن الماراثون وهذا الشهر اللي كان له عنده تغطيه اعلاميه كثير كبيره، نعم. هلا حسوا من خلال وزاره الصحه من خلال احصائيات انه كان في اقبال على المراكز للفحص المبكر اكثر من السنوات الماضيه، هلا حسوا انه صار في صدى فعلا لهي الحمله اللي تعبتوا عليها كلكم، تعب عليها الاعلام طبعا وتعبتوا عليها انتم كمان كوزاره صحه من خلال فعلا بعض الملاحظات اللي كنتوا تعطوها للسيدات؟ طبعا يعني نحن باول حمله كان الاقبال اكثر من العادي،
يعني مو بأول أسبوع، كان أكثر من العادي مثل ما قلت لك، لأن إحنا عندنا خدمات موجودة على مدار السنة، فلاحظنا أنه في زيادة بالإقبال. بتقدم الأسابيع صرنا نلاحظ أنه الإقبال صار كتير، لدرجة أنه بصراحة وأنا بوجه تحية هون للكادر الصحي، أرهقوا الكادر الصحي بعدد السيدات اللي إجوا بدهم فحص وبدهم يعني تعليم، يعني جاية بدها تتعلم كيف بعمل أنا الفحص الذاتي، وبدها تنفحص، وبدها إذا عندها مشكلة تنحل لتعمل ماموغرافي. فيعني كان عنا الحقيقة عدد، يعني بقدر قلك إنه نحن خلال هذا الشهر تبع الحملة غطينا يعني عدد سيدات بالفحص قد اللي منغطيه تقريبا بالسنه بالكامل. حلو يعني ممتاز هالصدى اللي كثير كبير. دكتوره شو في حالات واجهتكم؟ يعني في دكاتره كانوا معنا ضيوف خلال هذا الشهر، مثلا انه في كثير من السيدات ما انا عرفاني انه هي مصابه من خلال يمكن الفحوصات عرفت وتقبلت المرض. في كثير من الحالات هي كانت يمكن هي تغلبت نفسيا على مرضها. فشو هي ابرز الحالات يلي هيك بنعطيها امثله للسيدات؟ طبعا نحن لما نحكي عن كشف مبكر بدنا نتوقع انه يلي يعني السيدات يلي جايين قسم كبير منهم ما حيكون معهم شيء، وهذا اللي طلع بنتيجه يعني وقت اللي عم يصوروا. يعني نحن عندنا تقريبا مو اكثر من 8 ل 10% من الحالات عم يطلع تصويرها مو طبيعي، بس المو طبيعي مو يعني سرطان. يعني نحن لما نقول مو طبيعي ممكن تكون كيسة، ممكن تكون ورم ليفي، ممكن تكون يعني مو شرط انه هي شيء سرطاني. البقايا عم يطلع تصويرهم طبيعي. هلا في قسم من السيدات بتكون جايه هي ما عم تشتكي شيء بس طلع انه مو طبيعي. نحن اول شغله بنقولها لكل السيدات انه اي شغله بتكتشفيها سواء انت شخصيا او لما تروحي تصوري ما الموضوع ما بده هلع، يعني لان يعني اغلب الاورام اللي تكتشف هي بتكون شيء سليم حميدة. يعني هي ما بتكون شغله خبيثه، ما بدها تفكر فورا بالسرطان، ممكن يكون شيء حميد وما بيخوف وله علاج بسهوله، وفي قسم منه بينترك ما بنعمل له شيء. يعني هلا يلي بيكون في شك وبيخوف بده استقصاءات تانية إضافية يعني بتنحال السيدة لتعملها. بس كمان منقول إنه دائما الكشف المبكر مثل ما حكى الضيف زميلنا هلا قبل شوي، يعني أنا الكشف المبكر عن سرطان الثدي بيرفع نسبة الشفاء بعد المعالجة لفوق 95%، وهذا الشيء رقم يعني ما نو صغير ابدا. يعني صرنا عم نحكي بشيء، وهي الشفاء يعني شفاء ليس مثل ما بنحكي بالاورام والامراض السرطانيه بيقولوا انه شفاء لخمس سنين او بقاء لخمس سنين، نحن عم نحكي عن شفاء كامل. لنسبه يعني تصل لل 95 وقد تفوق ال 95%. فهذا الشيء اللي نحن بدنا نركز عليه وقت اللي بنحكي لسيده، لانه في كثير سيدات يعني بيكون عم يعني يتناوب عندها مشاعر انه انا بدي اروح، عرفانه انه مهم بس خايفه، ما بدي افتح على حالي باب. فنحن هي الشغلات كثير صادفناها انه سيدات مثلا انه ما بدك تروحي تصوري، بتقول القابله بتقول لا انه لا ما بدي، انا ما عم بشكي من شيء وبدي يعني ما بدي وجع راسي. انا هون بقول لكل سيده انه بالعكس انت بتريحي راسك وقت بتروحي تعملي فحص والتصوير. اكيد دكتوره، وهو مرض قاتل يمكن، ولازم نحن نكون اقوى منه ونكشفه على بكير حتى نشفى منه. تمام. شكرا لوجودك معنا بختام هي الحمله التوعويه للكشف المبكر عن سرطان الثدي. بدنا نشكر طبعا وزاره الصحه على كمان كل الاطباء اللي تعبوا فيها والكادر الصحي. شكرا لوجودك لنا ولكل النصائح. شكرا لكم، وشكرا للاعلام وكمان جهودكم، انتم كمان تعبتوا خلال الحمله، وبتامل ان شاء الله انه صحه للجميع ان شاء الله. شكرا كثير لك دكتوره، ويسعد صباحك. شكراً.